شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة، ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. الشعب المصري 37 مليون مقاتل في حرب أكتوبر. خاضت مصر حرب أكتوبر بجيش قوامه 1,200,000 مقاتل، حققوا أغلى انتصاراتنا على جبهة سيناء. ولم يكن ليتحقق هذا النصر العزيز لولا دعم وتحمل وإخلاص جيش قوامه 37 مليون مقاتل، هم إجمالي شعب مصر في عام النصر. كل بيت وكل عيلة كان ليها بطل في جيش أكتوبر يخوض معركة التحرير ويدفع ضريبة الدم نيابة عنها، ومن لم تكن له فرصة القتال على جبهة سيناء كانت أمامه فرص الخدمة الوطنية في مختلف ساحات الجبهة الداخلية. تلاميذ المدارس تعلموا الإسعافات الأولية، والمدرسون والإداريون سهروا على حراسة المنشآت العامة، وطلبة الجامعات تطوعوا في حملات التدريب على الدفاع المدني والمقاومة الشعبية. كان نصر أكتوبر ابن شرعي ل 37 مليون مقاتل. كل أسرة تحملت برضا وقناعة تقنين استهلاك المواد التموينية في ظروف الحرب، هي أسرة شاركت في نصر أكتوبر. وكل عائلة التزمت بتعليمات قيود الإضاءة عند سماع صافرات الإنذار، هي عائلة ساهمت في انتصارنا على العدو. وكل من التزم باللجوء للمخابئ وإطفاء أضواء السيارات وقت الغارات قلل خسائر مصر في معارك الشرف والتضحية. وكل من بادر إلى ترك سريره في المستشفى عن طيب خاطر استعداداً لاستقبال مصابي الطوارئ هو بطل نبيل، وإن لم يتشرف بارتداء الزي العسكري. وكل من سارع إلى التبرع بدمائه لعلاج جرح المعركة هو مقاتل حارب كتفاً بكتف كل أبطال الجيش، حتى وإن كان قتاله على الجبهة الداخلية بالصبر والتحمل والتضحية. انتصرت مصر في أكتوبر بإخلاص وتحمل شعبها وبسالت أبناء شعبها في صفوف قوتها المسلحة. فما جيش مصر إلا قطعة من قلب شعب مصر.